ورام الجهاز الهضمي، يا ترى ايه اسباب ظهورها ويا ترى ازاي ممكن نكافح هذه الاورام؟ اعزائي المشاهدين اسمحوا لي ارحب بضيفتي اللي نورتني في الاستوديو، الاستاذه الدكتوره لبنى عز العرب، استاذ علاج الاورام بكليه الطب جامعه عين شمس وعضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه لعلاج الاورام. دكتوره لبنى اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا بحضرتك فندم، اهلا وسهلا. دكتوره في البدايه، يا ترى ايه هي الاسباب اللي بتؤدي لظهور الاورام السرطانيه في جسم الانسان، وايه دور وعلاقه جهاز المناعه اللي موجود في جسم الانسان بهذه الاورام السرطانيه؟ طيب عشان حضرتك نبسط المواضيع، الاسباب السرطانيه او الاسباب المؤديه الى حدوث السرطان، في حاجات خلاص عرفناها ان في عامل وراثي، مثلا في سرطان الثدي، في سرطان القولون، ده هيجي لهم اوكي. بس هيجي لهم امتى؟ دي تبع زي يقول مثال طبعا بتاعنا انجلا جولي، يعني انجلا معروف ان خالتها، جدتها، مامتها كان عندها سرطان ثدي، فاتعمل التحليل الجيني بتاعها، التحليل الجيني اثبت ان هي هيجي. اوكي، هيجي امتى؟ ده لسه لم، انما في خلال فتره حياتها هيظهر عليها الورم. ده فور شور يا دكتوره ولا بيبقى احتمالات كبيره للظهور؟ بتوع البراكا 1 وبراكا 2. عشان كده تقريبا كل التوصيات العالميه بتقول ان لازم ناخد اكشن. في اكشن بيتراوح من اعنف حاجه اللي انجلا جولي عملتها، اللي هي استئصال كل حاجه. هي استئصالت الثديين والجهاز التناسلي كله. في حاجات تانية اقل عنفا من هذا، ودي طبقا للتوصيات العالميه. يعني حضرتك دلوقتي ما بقاش الدكتور بيتحرك من مزاجه، بقى في حاجه ابحاث، الابحاث دي بينبثق منها توصيات، التوصيات دي بتنير لنا الطريق وبتدي اعلى نسبه شفاء للمريض، يبقى احنا بنستنير بهذه التوصيات. حضرتك في الحالات اللي رفضت الجراحه دلوقتي بتمشي على اقراص وقائيه، عشان مع نظام معين في زي ما بنقول كده المتابعه. من اجمل الحاجات اللي دلوقتي عندنا في مصر اللي هي ان احنا حضرتك بندور على الورم مش بنستنى حدوثه. يعني ايه؟ يعني الحمله القوميه كي اللي هي اطمئني، دي حضرتك لسيدات مصر ان فوق سن الـ40، هي حضرتك مش باديه دلوقتي، هي باديه بقى لها سنين، بس دلوقتي بيكمل المسيره السابقه. ان حضرتك لما بعمل ماموجرام واشعه تلفزيونيه على الثديين والست لا تشتكي من اي شيء، لو انا لقيت حاجه بسيطه او مشتبه فيها، دي كده انا عايزه اقول لسعادتك يعني اكتشفتها بدري. الست دي ممكن في المرحلة دي اللي هي المرحلة الأولى من السرطان ولا تاخد كيماوي ولا تاخد، يعني هوفر عليها أولا ثدي تحفظي لأن استئصال الورم. بس أحيانا بتبان في الأشعة عبارة عن زي تكيسات معينة، التكيسات دي بتبقى بداية الورم السرطاني، فسعادتك استئصال ده كل بقى تبعات العلاج بتاعت الأورام مش هتحصل. فده حضرتك وقاية بدري. أوكي؟ صحيح. يبقى دوت الجزء الجيني اللي قلنا اللي فيهم خط جيني. في بعض العائلات عندها زوائد، الزوائد ديت لما بنلاقيها في الجهاز الهضمي بالذات في القولون والمستقيم بتبقى معروف ان هي هتقلب الى سرطان. أوكي؟ يبقى دول لازم القولون يستأصل بكل الزوائد اللي فيه، لان دي شور برضو هتقلب لكده. في اسباب تانية بقى لها علاقة ببعض الفيروسات، يعني مثلا اورام الغدد الليمفاوية مرتبطة بانواع معينة من الفيروسات، اورام البلعوم الخلف انفي مرتبط بانواع معينة من الفيروسات، في بعض البكتيريا كمان حضرتك لو اصابت المعدة بتؤدي الى تكيس او ورم. الورم ده لو حضرتك اديت المضاد الحيوي مع أدوية أخرى الورم ده بيدوب. يعني حضرتك لو أنا لحقت برضو بدري، والنوع دوت اللي سبب فيه البكتيريا المعينة ديت، وأنا عملت منظار ولقينا كالكوع ودينا العلاج المظبوط، نعيد المنظار تاني على المعدة بتلاقي كالكوع دبت. إذا دي أسباب متعارف على السرطان. في جزء كبير جدا ما زالت الابحاث لكن لا نعلمه.
طيب علاقة جهاز المناعة بالأورام السرطانية، هل هو بيكافحها ولا بيساعدها؟ شوف سعادتك، الميزان الرباني رائع. إزاي؟ إن حضرتك إحنا عندنا في جسمنا نوعين من الجينات، في جينات مثبطة للخلايا السرطانية. يعني إيه مثبطة؟ يعني بتقتلها، يعني كل يوم في خلايا بتحاول إنها تتحور، هتبتدي بداية سرطان، تقوم الجينات دي تروح مموتها، اللي إحنا بنسميها تيومر سبريشر جين. في بقى جينات تانية حضرتك بتساعد على حدوث الأورام. الخلل المناعي إحنا هنترجمها بقى ببساطة شديدة، الخلل المناعي دوت يخلي نضعف اللي بتقتل الأورام ونزود ديت في ينبثق بقى ورا. طب إيه اللي هيخلي ده؟ أسباب كتيرة جدا. لو إحنا النهاردة موضوعنا عن الجهاز الهضمي أو الرئة، حضرتك هنتناول في الجهاز الهضمي إن ده الحصالة اللي بتستقبل كل أنواع الطعام. طيب لما منظمة الصحة العالمية تقول يا جماعة خلوا بالكم في أنواع من الأكل لها علاقة مباشرة بالسرطان وتحذر منها تحذير شديد اللهجة، يبقى مش احنا المفروض نتبع كده وإن كل الناس تعرف إيه هم الأطعمة الخطر قوي اللي بتسبب السرطان؟ أول حاجة اللحوم المهدرجة. يعني إيه؟ اللحوم المصنعة ديت أو اللحوم المهدرجة يعني كل ما ليس مقطوع وطازة من مصادر اللحم، اللي احنا بنقول عليها اللحوم المعدة مسبقا. معدة مسبقا، يعني سعادتك أنا آسفة بس أرجوكم دي أمانة طبية لازم كل الناس تعرفها، البسترما، اللانشون، البلوبيف، السوسيس، إلخ إلخ، أي حاجة مش صورتها الأولية. أوكي؟ ليه؟ لأن حضرتك لما نمسك مثلا حاجة زي السوسيس ده عبارة عن يعني حضرتك ده عبارة عن جزء لحمة مفرومة لكن في مكونات تانية كتيرة جدا جدا مسيطرة، اللي هي مكسبات الطعم واللون، اللي هي المواد الحافظة، اللي هي قص على كده بقى كل ما يندرج تحت هذه البنود. يبقى إذن أرجوكم لما تكون منظمة الصحة العالمية أعطت إنذار لازم ناخد بالنا من هذا الإنذار. في إشاعة إن السكر، أوعى تاكل سكر، السكر ده هيجيب سرطان، إشاعة كاذبة وليس لها أي دليل طبي ولا أي بحث طبي. أوكي؟ ليه؟ إحنا حضرتك خلايا المخ بتتغذى على السكر، لكن خلينا حضرتك نترجمها بصورة علمية اللي هي الإكثار من السكر الأبيض يضعف جهاز المناعة، يعرضك إلى حدوث سكر، يعرضك إلى زيادة في الوزن، يعرضك إلى الخلل الرباني اللي أنا قلت عليه. إنما لو السكر بيجيب سرطان بالمنطق كده يبقى العالم كله كان زمانه عنده سرطان. صحيح، بس دي عشان تبقى واضحه للساده المشاهدين انه تناول السكر في حد ذاته ما بيؤديش اطلاقا ولكن له علاقه بتاثيرات في حاجات ثانيه. الاسراف في السكر المصنع اللي هو السكر الابيض اللي بنحط بيه الشاي، بنحطه على القهوه، بي بي بي، استبدل السكر بالمنتج الطبيعي. احنا ربنا يعني دايما العسل، مش العسل فيه شفاء؟ صحيح. يعني تقدري تعملي المكونات اللي حضرتك عايزة تشتغلي بيها بالسكر بالعسل، يبقى زودتي القيمة الغذائية. إنما الإسراف في الرو شوجر اللي هو السكر المصنع ده لا، عشان صحتك. كمان ممكن نحصل عليه من الفواكه، يعني بيبقى موجود فيها برضه نسبة سكرية. تمام يا فندم، بس ما فيش مانع يا جماعة، اللي عايز يشرب كوباية شاي أو فنجان قهوة عليه معلقة سكر في اليوم؟ لا، ده بالعكس. يعني حضرتك خلينا نحط الاشياء في نصابها الحقيقي، يعني لا يسبب السرطان. وانا استاذه في علاج الاورام ومسؤوله عن كلامي. تمام. أوكي؟ طيب بالنسبه للحوم اللي حضرتك ذكرتيها، تمام، دي منع نهائي ولا نقلل بس تناول هذه اللحوم؟ شوف سعادتك، الدم في توصيه طبيه بهذا، خلينا نبتعد نهائي.
طب احنا الولاد عايز تاكل برجر، انا موافقه. البرجر على فكره ممكن يتعمل في البيت، صحيح، خلاص. السوسيس ممكن يتعمل عند الجزار وانت واقفه، بس تبقي عارفه المكونات بتاعتها. يعني ما دخلناش الحاجات اللي غير معلومه الهويه ديت. اولا ضمنتي اللحمه ازاي؟ طمنتي ان معلوش مواد حافظه؟ استخدمي اللحوم في خلال 15 يوم. اكتر من 15 يوم انت بتاكلي فايبر مش بتاكلي بروتين، يعني بتاكلي عباره عن شغط او حاجه عدمت الفايده. فارجوكم خلينا نرجع للطبيعه. ليه حضرتك جدودنا كانت صحتهم كويسه جدا؟ ليه كل ماده الصحه عماله بتنزل؟ دخل علينا للاسف الفاست فود بكل ما له. العادات الغذائيه بتاعتنا اتغيرت، صحيح. فحضرتك لا، احنا عايزين نرجع نفطر جبنه قريش وجنبيها جرجير او خيار او طماطم او ما فيش مانع. ممكن تزودي القيمه الغذائيه بمعلقتين زيت زيتون، ده ملين طبيعي مضاد اكسده طبيعي رائع. اوكي، ممكن شويه زعتر عشان نحلي دوت. يبقى كده الزعتر بيهدي خالص الجهاز الهضمي، يعني كانه زي كمون كده. فحضراتكم خلينا كده. كنا بنرجع من المدرسة زمان في حضرتك الوجبة المتكاملة اللي هي سلطة، نوع معين من النشويات وما بنقصرش منه، نوع من الخضار مع البروتين. نرجع للطبيعة. الست مش فاضية؟ لا مفيش حاجة، أولويات الست بيتها. فيعني أرجوكم أرجوكم نرجع تاني للميزان الطبيعي عشان ترجع لنا صحتنا في ولادنا. طيب دكتوره، بالنسبه لموضوع الاكل بقى علشان نكمل الجزئيه دي، فاحنا اتكلمنا عن اللحوم وقلنا ان منظمه الصحه العالميه قالت انه خلاص ده اللحوم المصنعه والمعده مسبقا يفضل منعها نهائي. تمام. بالنسبه للدواجن والطيور عموما وبالنسبه للاسماك، كنا بنسمع انه قشر السمك بلاش الناس تاكله، بالنسبه لجلد الفراخ او الطيور عموما بلاش، الاجنحه، الكلام ده كله، خاصه ان هم في بعض الاحيان بيتناولوا بعض العقاقير عشان تديهم حجم اكبر، والحاجات دي بتروح في الاخر للجلد والاجنحه. بعض المزارع بتلجا الى حيل عشان تخلي كتكوت اللي عمره يوم في خلال ايام يبقى فرخه جاهزه للاكل. بالظبط. من ضمنها كانت جزء من الهرمونات. الهرمونات دي الفرخه هتاكلها، البنت هتاكلها، الست هتاكلها، الراجل هياكلها، هتغير في الهرمونات. اوكي، فخلينا ناخد الفراخ ما تبقاش كبيره قوي. الفراخ يبقى معروف مصدرها، مستحب طبعا يعني لو دخلنا في تفاصيل ان تبقى بلدي، اللي هو برضو العادات بتاعتنا بتاعت زمان. الجناحه بيقال ان هي من اكثر الاماكن اللي لو العلف بتاع الدواجن يعني مخلوط بحاجه، الاجنحه ديت هي اكثر مكان بيجمع هذه المواد مع الجلد. فده بيجي من دايما يقول لك ايه، طب شيل جلد الفرخه. يبقى انا شلت مصدر للدهون، شلت مصدر من ان لو كان محطوط في الاكل بتاعها اكثر نسبه الجلد والاجنحه. لما اشيل ده وده يبقى انا تخلصت من نسبه كبيره من ديه. تاني حاجه حضرتك، ان كل ما كانت يعني بلاش الشوي على الفحم او التعرض على طول للفحم. في وسائل تانية كتير ممكن نشوي بيها، بس بلاش، لان الفحم ده مادة ملوثة. فحضرتك لما بتشوي وانت شايل بقى الجلد عشان تبقى صحية، طب هي شالت كل ثاني أكسيد الكربون وكل الحاجات اللي موجودة. فخلينا ندور على شوي من غير فحم أو من غير تعرض على طول للملوثات. تمام. المعلومة صحيحة، الجلد والأجنحة يتشالوا في الفراخ. في ناس للأسف بتستمتع بأكل الحاجات دي. لا يا فندم أنا أسفة، بص حضرتك أنا أستمتع بحاجة هي بتتحط الضفر بتتحط جنب الاكل في بعض المطاعم الشيك جدا، صحيح. ان هي كمقبلات للاكل. لما انا اعرف ان دي ضاره يبقى ارجوكم نتجنبها. صحيح. اوكي، تاني حاجه تعالوا بقى للحوم. اللحوم مستحب زي ما قلت في ساعتك انها ما تخزنش اكتر من 15 يوم. طيب
لو رصناهم كده طبقا الأصح فالأقل. أول حاجة صحية السمك اللي هي تمام. اللحوم البيضاء، فالسمك رقم واحد. أولا فيه فسفور، فيه بروتين، فيه مواد مؤكسدة، بالذات السلمون والمكرل. السلمون والمكرل يعني بيأثر، أنا كنت سمعت حضرتك على إن تناول بعد سن الأربعين زي ما سعادتك يعني، ده يعني السكر أهو بيأثر على القلب، السكتة الدماغية. أوكي طيب، طب ما احنا عايزين نتجنب ده كمان. يعني خلينا اللحم اللي فيه مضادات للأكسدة، يبقى ده كمان بيساعد كمان على الصحة للجهاز العصبي بتاعنا والصحة بتاعت الجهاز الدموي اللي هو أهم حاجة القلب. صحيح. فحضرتك الأسماك أولا، سي فود عموما بقى يعني. السي فود عموما، بس نخلي بالنا في ناس عندها كوليسترول عالي، فأرجوكم القشريات اللي هي جمبري، الاستاكوزا، ده بيعلي الكوليسترول. فأكل متوازن. صحيح تمام. حضرتك ده رقم رقم واحد. 2 الفراخ، رقم 3 اللحوم. اللحوم مش كلها زي بعض. ازاي؟ يعني حضرتك احنا عندنا اللحم الجملي ده لحم صحي جدا سبحان الله، يندرج بعديه اللحم البتلو. بس اللحم البتلو اولا قيمته الغذائيه كويسه جدا، ثانيا خفيف ونسبه الدهون فيه قليله، بعد كده بيجي اللحم الكندوز، بعد كده اللحم الضاني. اللحم الضاني يا جماعه ارجوكم ارجوكم الاقلال منها، لان نسبه الدهون فيها عاليه جدا جدا، فما تبقاش هي بالصفه مستمره طبيعه حياتنا ان ما بنجيبش غير لحمه ضاني. لا، هنغير عاداتنا الغذائيه ونجيب لحمه صحيه، بس لو عاوزنا ناكل ضاني مفيش مشكله، بس مثلا مرتين ثلاثه في السنه. تمام. طيب طبعا دي النصائح الغاليه والروجيتا الجميله اللي اديتها لنا الاستاذه الدكتوره لبنى عز العرب علشان نحافظ على نفسنا قدر المستطاع وما نكونش عرضه وفريسه سهله للاورام السرطانيه. خلينا نبتدي مع الدكتوره واورام الجهاز الهضمي، كيف تتكون وكيف تنشا وايه هي دوره حياتها والفرق بين الاورام الحميده والاورام الخبيثه. تمام. بص حضرتك، اورام الجهاز الهضمي، طبعا الجهاز الهضمي ده بيبتدي من فتحة الفم كل ما هو بيتناول. نصيحتي ليكم أرجوكم يا جماعة نشرب مية بكثرة. ليه؟ المية ديت، أنا مش بقول نشرب مية عشان نخس زي ما في مفهوم عند الناس، لا، المية ديت يا جماعة بتكنس السموم من الجسم. المية دي يا جماعة بتساعد على الهضم. المية دي يا جماعة بترطب الجسم. فأرجوكم الإكثار من شرب الماء. الدم هنتكلم على الجهاز الهضمي. الحاجة الثانية، الجهاز الهضمي زي ما بقول لسعادتك من أول اللسان، البلعوم، المريء، المعدة، القولون، المستقيم. طبعا الأمعاء الرفيعة قبل القولون، وبعدين المستقيم وفتحة الشرج دي في الآخر. كل الماسورة دي اسمها الجهاز الهضمي. طيب الجهاز الهضمي ده هو الحصاله اللي احنا بنحوش فيها، يعني نحوش فيها اكل صحي مفيد، فبالتالي ده هينعكس على الصحه العامه للانسان، يا اما بنحوش فيها سميات، السميات دي تراكميه وبتؤدي الى تغيرات جينيه تؤدي الى حدوث الاورام. اذا انتقي اللي بتاكليه. وبرضه هنرجع للقاعده الذهبيه، خلينا ناكل طبيعي زي زمان. طيب الفرق حضرتك تاتشت نقطة مهمة جدا، الفرق بين الأورام الحميدة والأورام الخبيثة. الورم الحميد يا فندم ده خلل حصل موضعي. اوكي. الخلل اللي حصل موضعي ده أول حاجة بيتكاثر، بس بيتكاثر ببطء. بيتكاثر موضعي، لا يخرج من هذا المكان إلى مكان آخر، بمعنى أنه غير قادر على الانتشار. مجرد الاستئصال الجراحي إذا لزم
هو ده الشفاء بتاعه. زي بعض الأورام الحميدة اللي يقول لك عنده لحمية في القولون، عنده تكيس في المعدة، عنده دي أورام حميدة. أوكي، مجرد الاستئصال خلاص المريض شفي وعافية، لا له كيماوي ولا إشعاعي ولا علاج مكمل ولا أي حاجة. طب نيجي بقى للأورام الخبيثة، قصة تانية خالص. الأورام الخبيثة حضرتك هم سموه خبيث ليه؟ لأن حضرتك له القدرة على السيطرة على العضو اللي بيسببه، وبعد كده بعد ما يتمكن من هذا العضو بيسرح على الغدد الليمفاوية اللي سوري الغدد الليمفاوية اللي على جناب هذا العضو. يعني عايزين نقول انه بيبتدي ينتشر ويبتدي بقى ياخد مساره الطبيعي، يعني يروح في كل حته في الجسم. الغدد الليمفاويه اي مكان في الجسم فريسه له. لكن تمام. هنكمل بقى مع حضرتك يا دكتوره، بس خلينا نروح فاصل معاك مع الساده المشاهدين ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لكم مره اخرى، لسه مكملين حلقتنا وبنتكلم فيها عن الاورام السرطانيه. اتكلمنا وضيفتي شرحت موضوع كامل وروجيتا كامله للحفاظ والعنايه بصحة الإنسان والابتعاد قدر المستطاع عن الوقوع فريسة لمهاجمة الفيروس الأمراض السرطانية عموما الأورام السرطانية لجسم الإنسان. اسمحوا لي أجدد الترحيب مرة أخرى بضيفتي الأستاذة الدكتورة لبنى عز العرب، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لعلاج الأورام. دكتورة لبنى بنجدد الترحيب بحضرتك مرة أخرى. دكتورة، ظاهرة بدأت تنتشر في مصر وهي الشيشة والشيشة الإلكترونية أو ما تعرف بالفيب، والشيشة عموما بقى العادية اللي احنا متعودين عليها، والسجائر وغيرها من أنواع التدخين المختلفة في مصر. الموضوع الحقيقة انتشر بين الرجال والنساء، وانتشر كمان مع مش هنقول أطفال بس خلينا نقول يعني في مرحلة المراهقة، يعني بيبتدوا من مرحلة المراهقة يتناولوا كل أنواع المختلفة أو يدخنوا كل الأنواع المختلفة من هذه التدخين. تأثير ده يا فندم على الرئتين وسبب ده بالسرطان ايه؟ حضرتك احنا بنتكلم على اسباب السرطان. طيب لما اقول لحضرتك السبب الاوحد الاعظم اوكي اللي معروف في سرطان الرئه يساوي التدخين، يبقى ده ايه؟ بس في حاجه مهمه جدا، التدخين يا جماعه ده بيبتدي سيجاره، شيشه، سيجاره الكترونيه، كل ما هو ينترج تحت النيكوتين اوكي او بالبلدي المعسل اوكي ده يساوي تدخين. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان في تدخين ايجابي وتدخين سلبي. تدخين ايجابي انسان بيأذي نفسه وبيشرب سجاير او شيشه او او او. تدخين سلبي حضرتك قاعد مع صاحبك على كافيه وصاحبك بيدخن، سعادتك بتدخن اللي هو بيدخنه، بالعكس ده ممكن يكون تأثيره على حضرتك أعلى كمان من صاحبك اللي بيدخن معك. ببقى حزينة جدا وأنا شايفة ناس المفترض إن هم شكلهم كويس جدا قاعدة على إيديها بيبي لسه شهور وهي بتشرب شيشة. يعني أنت لا تتخيلي كمية الأذى إن سعادتك بتنقليها لابنك. أنا عارفة إن أنت بتحبيه، انما انت بتقتليه، انت بتدخلي جسمه مواد مسرطنه وهو لسه في مرحله ده بيقول اي بي سي في النمو. يبقى اذا حضرتك كل ما يتعرض المواد المسرطنه ديت، المواد الملوثه ديت للجينات وهي صغيره، كل ما كانت درجه خطورتها اعلى واعلى واعلى. ارجوكم، في ظاهره اجتماعيه دلوقتي بقت يعني انا بشوفها كتير جدا، انا مش عارفه البنات اللي هي بنات وولاد تين ايجز اللي هم من 15 ل 25، يعني ازاي؟ فين الرقابه؟ فين 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 اي حاجه؟ اتليست لو استلزم الامور ان احنا نعمل قانون ان في الكافيهات تحت سن كذا ما يشربش، رقم واحد. رقم اتنين، في المطار شيء محترم جدا، عايز تاذي نفسك عندك اوضه. صحيح، خلاص. يبقى اذا لازم يكون في مكان للمدخن ومكان اخر لغير المدخن. في عندنا دور، وحضراتكم طبعا عليكم الدور الرئيسي في التوعيه، ان
لو انت عرفت ان السيجارة اللي سعادتك بتشربها او مثيلتها فيها 270 عامل مسرطن، هتمسك انت سرطان وتشرب؟ ارجوكم ارجوكم يعني. وبعدين حضرتك كان زمان نشوف سرطان الحنجرة ده 50 سنة فما أعلى، اللي هو مدخل الرئة، الحنجرة دي اللي هي زي القصبة الهوائية مدخل الرئة. طيب لما يبقى حضرتك دلوقتي بنشوف سرطان حنجرة في سن 20 سنة، ابحث ابحث ابحث، هتلاقي الولد ده كان بيشرب سجاير من والده أو والدته. من وهو عنده يعني في سنة تالتة رابعة، يعني 10 سنين. خد الفترة الزمنية دي كلها، جاله سرطان في سن مبكر جدا. أو ممكن يكون تدخين فأرجوكم، سلبي يا دكتور هو اللي وصله وطبعا كده. ممكن تدخين سلبي، لكن أرجوكم يا جماعة. تاني حاجة يعني مع احترامي شديد جدا، هو طبعا كل واحد حر، لكن يعني اجتماعيا احنا كمجتمع مسكة البنت شيشة أو سيجارة، يعني بليز يا بنتي ما تأذيش نفسك بنفسك، ومن فضلك يا عيلة يعني كلنا نوعي بعض، كلنا نعرف. دلوقتي بيخش على النت ويجيب لك كل حاجة، طب خش وشوف ايه الآثار السلبية بتاعت التدخين. صحيح. طب دكتورة بس جزئية عشان بعض الناس بتتحجج بيها، اه الشيشة الإلكترونية والسجائر دي حضرتك الإلكترونية، جليسرين يا فندم، بيقولوا إن هي ما فيهاش الجليسرين ده. نيكوتين وأنا باخدها علشان طيب أبطل السجاير. طيب حضرتك، انا ممبر في الاسكو، الاسكو ده اللي هي الامريكان اسوسيشن اوف كانسر تريتمنت او كانسر اسوسيشن، الجمعيه الامريكيه. اوكي، لسه حضرتك كان بحث ان السيجاره الالكترونيه قاتله، هو التايتل كده قاتله. لما قريت حضرتك لقيت ان هي في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. انت بتوهم نفسك ان انت ما بتاخدش نيكوتين، طب اوكي ما انت بتستنشق لي جريسلين. حضرتك الهاله اللي بتحصل حوالين، يعني حضرتك اي حد بيدخن السيجاره الالكترونيه، انت شفت حضرتك التلوث اللي بيبقى حواليه، كمية دخان كبيرة فعلا. الدخان الكبير ده، كل ده بيخش لك. فحضرتك لا، برضو التوصيات دلوقتي بتقول ان دي طلعت اكذوبه اكذوبه. فارجوكم ولا سجاره الكترونيه ولا شيشه. وهل هو كان في مؤتمر قريب كان بيناقش هو التدخين ادمان؟ الاجابه كانت نعم، ادمان ادمان. ارجوك لو انت وصلت الى حد الادمان، هو يعني ايه ادمان؟ اتعودت على شيء ومش قادر تبطل. لو انت وصلت الى هذه الدرجه، في منظمات، في دكاتره تقدر تاخد بايدك وتخرجك من ده، اطلب المساعده، انما ما تسيبش نفسك. تمام. طيب ده ما يتعلق بموضوع السجاير وان هي مسبب رئيسي لسرطانات الرئه عموما، وحضرتك قلت كمان الجزء اللي بتمر فيه الدخان كله. ده طيب حضرتك من اول الشفايف دي بتزود نسبه حدوث البايب والسيجاره واي كونتاكت، يعني الشفايف، اللسان، الحنجره، البلعوم، الرئه. ده سبب كمان ان هي لها تاثير سلبي وسبب من اسباب حدوث سرطان المثانه. طب ايه علاقه المثانه بالتدخين؟ ما هي حضرتك دوره دمويه بيمشي في جينات في مكان معين بتبقى ضعيفه تلقط خلاص. تمام. الاورام هل ليها اعراض معينه؟ يعني هل لو انسان شعر بحاجه معينه في جسمه او بتغير معين في جسمه او في حياته عموما يبتدي يشك ان هو عنده اورام فيبتدي يروح عشان يحلل؟ استاذ ايمن، احنا في قاعده ذهبيه جدا لو احنا مشينا عليها اعتقد هتسهل كتير. ليه؟ السرطان ما بيجيش ويقول انا جاي، لا. انما حضرتك كل عضو اشتكى باعراض معينه لا تستجيب في خلال من 3 اسابيع لشهر للعلاج بتاع الاعراض دولت، ارجوكم ابحثوا اكتر. بمعنى حضرتك كحة، احنا
زي ما قلت لسعادتك، التدخين طبعا مبوظ رئة ناس كتير، التلوث، الأتربة، الحساسية، عوامل كتيرة جدا بتخش كح. إنما كح لا تستجيب للعلاج، كانت الأول ببلغم عديم اللون، بقت ببلغم مدمم، نفسه بدأ يكرش، بياخد العلاج ما بيستجيبش. لا، هنا ستوب، انت لازم تعمل حتى أشعة عادية على الرئة، على الصدر، دي حاجة بسيطة. حضرتك خساسان ملحوظ، خساسان ملحوظ، بس ما يكونش عامل دايت، وما يكونش عنده سكر ومش متظبط، وما يكونش عنده نشاط في الغدة الدرقية، لأن حضرتك أحيانا النشاط في الغدة الدرقية يلاقي يقول أنا اتصفطت. أوكي، أحيانا بداية ظهور السكر تلاقي خساسان ملحوظ جامد. أوكي، بدون أي تغير في الحياة اليومية وفي طبيعة الأكل بالظبط. وفي كل حاجة. يبقى حضرتك لازم نفحص أكتر. أوكي، حضرتك شخص طبيعي طول عمره بيخش تواليت للبراز مثلا مرة يوميا، وبعدين بعد كده بدأ يخش كل 4 5 أيام، بدأ يبقى البراز في نقطة دم، بدأ يبقى يحس بألم فظيع، مش معنى كده إن ده عنده سرطان مستقيم أو قولون، إنما منذر. ممكن ببساطة شديدة يكون عنده شرخ، ممكن ببساطة شديدة يكون عنده الفايبر اللي بياخدها في أكله قليلة فما بتعملش عملية الإخراج سليمة، ممكن يكون عنده قولون عصبي، ممكن حاجات التهابية. لكن ما استجبتش، أرجوك أعمل منظار، يعني دايما روح للدكتور المتخصص بتاع العضو بتاع الشكوى التي لا تستجيب في خلال شهر. تمام، يعني الأعراض هي القاعدة الذهبية اللي حضرتك قلتي عليها، بالظبط. أي عضو بيشتكي حاولنا نعالجه، ماكسيمم شهر ما استجابش العضو ده للعلاج، نفحص أكتر، لأنه قد يكون، برضه عشان ما نأكدش، يعني قد بالظبط يكون إنه في مشكلة سرطانية. بالظبط. طيب، أعراض قرحة المعدة بتتشابه شوية مع سرطانات المعدة؟ قوي. ليه؟ قرحة المعدة ده إنسان حساس، أو إنسان عنده يعني نسبة الحمض عنده زيادة، فكلت سبحان الله المعدة داخليا متبطنة بغشاء مخاطي رقيق جدا. الغشاء المخاطي ده سهل جدا التأثير عليه، يعني في بعض الناس بتاكل شطة أو مواد حريفة بزيادة، في بعض الناس بتحط توابل بزيادة، كل ده مؤذي. أوكي، التدخين طبعا. أوكي، في حضرتك كمان اللي بيشرب الحاجات السخنة قوي، يعني في حد كده ما كانش الشوربة مطلعة بخار، ما يعرفش يشربها، حتى دي فيها خطورة يا دكتورة؟ ده مش صح. انت بتأذي الغشاء المخاطي، الغذاء المخاطي دوت من اول الفم ممكن يجيب قرح. اوكي، ممكن عند المريء، السخنية الزيادة، اي حاجة بالزيادة مش مستحبة. المعدة، قرحة المعدة هتديني شوية ألم بعد الأكل، وألم مع حاجات معينة، هتديني شوية فقدان في الشهية، هتديني شوية فقدان في الوزن، ده بيتشابه نسبيا مع أعراض سرطان المعدة. لكن قرحة المعدة بإقراص، أنا مش هقول اسمها، مجرد علاج قرحة المعدة واحتياطات في الأكل، بتلاقي العيان من أول أسبوع بيتحسن جدا. أوكي، إنما الكانسر لا، ما بستجبش. نرجع للقاعدة الذهبية اللي حضرتك قلت عليها، شهر بيتعالج عن أعراض قطر ماشي، لازم احنا اللي نلجمه، لازم احنا اللي نوقفه، ساعتها هعمل منظار وهشوف فيه ايه. ممكن على فكرة ما يطلعش سرطان، ممكن يطلع حضرتك اللي هو الجرثومة، اللي انا بقول لحضرتك ان في بعض البكتيريا بتعمل اورام، الاورام ديت بتتعالج بمضاد حيوي بس بكورس مظبوط، ده بيدوب. تمام. طيب، الشعور بالحرقان الشديد او عسر الهضم بعد الاكل مباشره، هل دي من العلامات اللي احنا لازم ننتبه ليها ونشك كده في انه في حاجه ممكن تكون موجوده؟ حاجه لها للاورام لا، انما حاجه لها علاقه بخلل وظيفي في العضو. يعني حضرتك الحرقان ممكن يكون ارتجاع مريء، ممكن يكون زيادة الحمض بتاع المعدة، ممكن حضرتك على فكرة تكون حالة نفسية.
يعني من كتر ما هو مشدود قوي افرازات المعده بزياده بتاثر على جدار المعده. فحضرتك نستبعد كل ده بعلاج اعراض، لقيت الاعراض ما استجابتش هعمل منظار. تمام. بالنسبة بقى للقولون، القولون ده قصة تانية خالص. القولون زي ما قلت لسعادتك ان ده الحصالة، وقلنا ان في جزء وراثي اللي بيبقى عندهم الزيادات ديت، وده لازم علاجه استئصال كامل. القولون ده اللي عنده دلوقتي الزوائد دي بشكل مبالغ فيه يعني. الزوائد مش شكل مبالغ، الزوائد ديت زوائد لها مواصفات معينة، ان هي جده كان عنده زي عيلة بوش كده يعني، يعني بتبقى ماشيه في تاريخ مرضي، فمعروف ان العيله دي لازم ابتدي اعمل مناظير من وهم، يعني اشوف اكتشف في كام، ولازم كل سنه بنعمل مناظير يعني او للعيله دي، يعني ده متعارف ان هو سبب من الاسباب. ذكور زي طيب الإناث يا دكتور؟ والله يا فندم هي غالبا بتبقى في الرجاله اكتر، لكن لو العيلة ديت فيها ظهر في الاتنين حامل للاتنين. تمام. الحاجة التانية وده المهم بقى، ان الجزء العريض او الجزء الاكبر ما فيهوش عامل وراثي، في عامل تلوث غذائي. تلوث غذائي، فلو مشينا على القاعدات الذهبية اللي احنا طرحناها سابقا دي هتقينا ان شاء الله تعالى. ما تخافوش من سرطان القولون. ليه؟ لأن سرطان القولون لو هو مرحلة أولى استئصال جراحي للجزء ده بصمام أمان، ولازم ناخد عدد معين من الغدد الليمفاوية على الجنبين عشان نتأكد إن هي سالبة. ما احنا هنعرف منين إن هي مرحلة أولى أو تانية أو تالتة؟ من إن العملية تتعمل صح وتتعمل بالمواصفات الصح. لما بنقرا تقرير الباثولوجي بنعرف بقى هي مرحله اولى، طب ملوش حاجه الحمد لله، مرحله تانية احتمال كبير برضو ملوش حاجه، لكن بنطلب حاجات دلوقتي العلم قدر يخدمنا ان المرحله التانية بتبقى مقسمه الى اتنين جروب او مجموعتين، في مجموعه محتاجه او هتستفيد من العلاج الكيماوي. العلاج الكيماوي يا جماعه بتاع القولون ما بيوقعش الشعر، ما بيديش الاعراض، هو عامه التطور في العلاج بقى رائع، الاثار الجانبيه وصوره المسلسلات والافلام الكلام ده ما عادش. تمام. طب خلينا نتكلم شويه عن الجزئيه دي، لانه في ناس بتبقى قلقانه جدا من العلاج الكيماوي والاشعاعي، وبيقولوا ممكن يعطلوا قرار ان هم يتدخلوا بهذه المسائل خوفة من زي ما حضرتك قلت كده انه الستيريوتايب اللي عندنا انه الشعر هيقع، انه هيحصل تأثيرات، انه الجسم هيتضرر بالكامل. صحة الموضوع ده ايه يا فندم؟ بص حضرتك، كل نوع من الاورام له علاج موجه له. طفرة العلم خدمتنا في كل مجالات الاورام، لكن في سرطان القولون حصل طفرة رائعة. ايه الطفرة الرائعة دي؟ ان احنا بقينا نشوف الجين اللي مسبب لده هو مشوه ولا غير مشوه. تخيل حضرتك ان في حالات مرحلة رابعة، يعني ايه مرحلة رابعة من السرطان؟ مرحلة رابعة يعني منتشر في الكبد، في الرئة، في اماكن خارج العضو، جه فيها شفاء. شفاء من ايه؟ من التطور في العلاج، ان احنا بقينا نشوف الجين ده لو مشوه له علاج، لو غير مشوه له علاج، بالاضافه للعلاج الكيماوي. اوكي. في ابحاث جديده دلوقتي طلعت ان في خط اول وخط تاني وخط تالت دخل العلاج المناعي. يعني ايه العلاج المناعي؟ يعني حضرتك عيان فشل على الخط الاول، فشل على الخط التاني، بنعمل تحليل معين نشوف هيستجيب للعلاج المناعي ولا لا. لو طلع ان هو هيستجيب للعلاج المناعي، العلاج المناعي دوت ما هو الا حاجه علاج بيتوجه عشان يصحصح الجهاز المناعي بتاعنا ويخلي الخليه السرطانيه اكثر تعرض للجهاز المناعي بتاعنا، فالجهاز المناعي بتاعنا يلتئمها. ده ثوره في العلم. فحضرتك القولون والمستقيم دلوقتي، المستقيم دلوقتي بقى في حالات كتيره جدا بنقدر نحافظ على المستقيم، ما نعملش فتحه او تغيير مسار
للقولون فيها. ازاي؟ ان احنا بدأنا ندي علاج اشعاعي مع حاجة زي محفز اشعاعي نوع معين من الكيماوي حضرتك. ده في ناس جابت استجابة تامة ودخلوا بالمنظار وما لقوش خلايا سرطانية. فاذا العلم فيه تطور تطور تطور، والجزئية دي نالت كثير من هذا التطور. في نهاية حلقتنا دكتورة، الخلاصة اللي نقولها إلى السادة المشاهدين. أكل صحي، بس قبل الأكل الصحي الصحة النفسية. يعني بلاش حزن زيادة، بلاش قهر زيادة، بلاش كآبة زيادة. يعني الصحة النفسية هي اللي بتظبط الميزان الرباني، هي اللي بتقوي جيناتك اللي هي بتقتل الخلايا السرطانية. الحاجة التانية، أكل صحي على قد ما تقدر، بسيط لكن مغذي. كل ما رجعنا للطبيعة أكتر كل ما كانت الأمور أحسن. الحاجة الثالثة، شيء من الرياضة. الرياضة مش معناها أن أنا لازم أروح النادي. الرياضة إحنا دلوقتي للأسف بقى في أسانسير، فما بقاش طلوع ونزول السلم. بقى في عربية، بنستخسر أن إحنا نمشي 500 متر. بقى في، اعملي الهومورك بتاعك، يعني اشتغلي في البيت، ده شغل. حاولي تركني العربية حتى لو عندك وامشي شوية، اعملي مشاوير، خلي حياتك فيها شيء من الحركة. زمان كانوا بيقولوا الحركة بركة. صحيح. الحركة بركة دي انا هقول لك الحركة صح. ده غير كده كمان بتحسن الميتابوليزم بتاعك، وغير كده كمان انها بتساعد في تقوية العظام، لان بتخلي الكالسيوم العظم يستفيد اكثر بالكالسيوم بتاع جسمك. النوم كاسلوب حياه وهل له علاقه بالاورام السرطانيه؟ طبعاً. ونصيحتك يا في دراسات كتيره جدا بتقول لك ان القصد الكافي من النوم، طبعا بتختلف من تبع السن، تبع وظيفتك، تبع الاكتيفيتي بتاعتك، عوامل كتيره جدا، لكن خلينا نقول على الاقل 6 ساعات يوميا نوم مريح في جو مريح. ما تبقاش نايم وحاطط الموبايل جنبك، ده مش صح. الويف بتاعت الموبايل، الفايبريشن بتاعت ده مش صح. لازم نوم مريح، اوكي، وقصد لا يقل عن 6 ساعات. طبعا حضرتك بيزيد في الاطفال، يعني ممكن حضرتك او في الشباب كمان ممكن نزيد لحد 8 ساعات. شرب ماء بكثره زي ما قلت لحضرتك. يبقى أكل صحي، شرب ماء بكثرة، صحة رياضة. نفسية، رياضة. وربنا يقينا ويقيكم جميعا يا رب، ويمتعكم جميعا بالصحة إن شاء الله. يا دكتورة قبل ما نختم حلقتنا، الناس اللي طبيعة شغلها دائما بيشتغلوا بالليل وبيناموا بالنهار، ده ممكن يكون مؤثر؟ بص حضرتك، لو هو طبيعته كده هو سبحان الله، بقى رزم جسمه او الميتابوليزم بتاع جسمه هيظبط نفسه مع كده. اوكي، فده المهم ينام. مش يكون سبب من اسباب الاعراض. لا 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 لا. شكرا يا دكتوره، شكرا جزيلا للاستاذه الدكتوره لبنى عز العرب، استاذ علاج الاورام بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه لعلاج الاورام. استمتعنا بوجود حضرتك معانا النهارده يا فندم. شكرا ليكي على كل المعلومات والنصائح اللي حضرتك قلتيها لنا النهارده. يا رب السادة المشاهدين يكونوا استفادوا بهذه النصائح والمعلومات وتكون أضافت ليهم جديد. دمتم دائما في صحة. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، على وعد بحلقات جديدة. حتى يحين هذا الموعد أترككم في أمان الله.